صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح الأثر الذي ورد بكتابة آيات في إناء بالزعفران ويخلط بماء المطر فيشرب للشفاء، وهل يصح فعل هذا؟ نعم، أما كتابة الآيات ونحوها وشرب مائها هذا لا بأس به، لأنه من أنواع الرقية، لأنه من أنواع الرقية. أما خلطه بماء المطر فلا أعرف، ما أدري. نعم.